خبزة رمضان هي شكلها مثل البدر، في ناس كان بيحكوا لها خبزة رمضان لأنه يشبهوها بالبدر اللي بيكون موجود خلال شهر رمضان بعدين بتغيب. والاسم الثاني لإلها اللي هي خبز المنقوش، لأنه هي مثل ما رح تشوفي يعني بطريقة تصنيعها هي منقشة من فوق بطريقة معينة لما الخباز بيعملها وبرشها بالسمسم والإزحة. ففي لها أسماء عدة، ولكن كل الناس مجتمعين على إنها بتلم العيلة سواء كانت على سفرة الفطور أو على السحور. أغلب بياخدها كخبزة لسفرة السحور لأنه هي هشة وطرية من الداخل، في يعني جواتها كتير مسامات بتكون أخف على المعدة، خصوصاً أنه برمضان يعني الناس يمكن شوي بتتغلب من ناحية الأكل والهضم وهاي الأمور. هي الخبز بشكل أساسي كانت يعني معروفة من زمان، تنعمل بشكل واحد معين. إحنا هلأ حالياً صار في منها ثلاث أحجام متوفرة، مش بس هيك صار في منها المالح وصار في منها الحلو. إقبال على هاي الخبزة بشهر رمضان هو استثنائي مش زي كل السنة، الناس بتحبها بشكل شديد لأنه يعني بتفضلها عن منتجات الخبز الثانية لأنها كثير أخف.